السلام عليكم اصدقاء الاحباب والعائله، واش راكم لاباس؟ بو ما صافا تري تري بيان. اليوم راح ندير لكم اون بتيت فيديو بارابور ايريس كوفا. درت اون فيديو ديجا البارح بارابور ليكليراج لومينوزيتي، كيفاش تريكلي تسمى البارامتر دافيشاج، ودير لكم بارامتر اوديو كيفاش تاكتيفي الدوبي ديجيتال. اللي ما شافهاش يقدر يروح يشوفها ديريكتومون في لا ديسكريبسيون. سينو اليوم لو سوجي تاعنا هو لي سبيك تكنيك اللي دومونديتهم ريسامون لو سيرفيس كليون تاع ايريس. عيط لهم في التليفون قلت لهم فوالا، قلت لهم حبيت نعرف لي سبيك تكنيك، يعني الخصائص التقنيه تاع الشاشه. ريبوندت لي وحده في التليفون قالت لي ما نعرفش، قالت لي نجيب لك الانفورماسيون ونعاود نولي. هي كوبات عليا، عاود عيط، عاود طحت معها، قلت لها كيفاش؟ قلت لها دوموند لك اون سامبل كيستيون، يعني حاجه كي شغل تروح تشري طوموبيل تقول واش فيها موتور واش فيها وزمون، شغل حاجه نورمال، ماشي الخل، ماشي لانازا. قالت لي ما على باليش. من دوزيام فوا كيعيط قالت لي روح للسيت اوفيسيال تاع ايريس فيسبوك، بوزي لهم لا كيستيون. بوزيت لهم لا كيستيون في السيت اوفيسيال تاع فيسبوك ماسنجر، ريبونديو لي قالوا لي عيط للسيرفيس كليون، عاودوا عطوني النيميرو الاخر. قلت لهم تمسخروا بيا، هذا يبعث لها هذا معليش ماشي مشكل، نروحوا عند الكاوري نجيبوا لانفورماسيون، بيسك هذا ليكرون تاع الكور ماشي تاع لي زانجينيور اوروزمون داير، سينو كان جا هما اللي كريا وخلات. الله لا ماك دوريجين تاعو سي سكاي وورد، ندخلوا للسيت ديريكتومون. هنايا حوس لو موديل تاعي اللي هو كيفا سكاي وورد 55 4K HDR دولبي فيجن. هذا هو ليكرون، يسوى 549 دولار من عند بلاد الخير، نحطو تحتها. بون ميم في السيت تاع ايريس كي تدخلوها تما اونتر اوتر ما يعطيكش لي ديتاي، يعطيك شغل معلومات اون جينيرال كي لا كي شغل كيما عقليتهم هكذا اون جينيرال. عند الكور سي با لا ميم شوز، اي ديطايو فوالا هايليك ديسبلاي سبيك. كي نشوفو لا ريزولوسيون سي دو فيري 4K، فريكونس ديماج 60 هرتز، ام ام سي هادي تاع ليسا تاع اسمو، هادي بور l'option handia هي اللي تزيد لك لا فريكونس ديماج، تكري دي زيماج اونتر لي زيماج بور دوني اون فلويديتي رياليست بزاف. هذه تلقاها غير في اوتغام وفي لي زيكرون ملاح كيما ال جي ولا سامسونج ولا سوني اكسيتيرا. فيه سيستم دوبل فيجن، فيه لاش دي ار 10. اللي ما يعرفش لاش دي ار 10 سي ليكيليب اونتر لي زون سومبر و لي زون لومينوز. كي تكون زعما اون سان تاع كاش فيلم ولا مظلمه، اش دي ار يمدلك اون اوبتيميزاسيون دي كولور باش تشوف لو ديتاي. وكيما يصرا هاد لا جوستمون يصرا في لي سان اللي يكون فيهم بزاف الضو يعمي ولا شي حاجه، دونك يفا ايكيليبري لي كولور باش ثاني تشوف بلوس دو ديتاي في لي فيلم تاعك. الوغ هنايا كونتراست راسيو 5000 سي لا، يعني القدره اللي يقدر يلحق لها. هادي ما على باليش شنو وايدر كالور باك لايت دي لاد ماشي اولاد ني ال او دي، دونك سي تكنولوجي دي لاد تاعهم. لونغ دو فيزيون يعني شون دو فيزيون، تقدر تشوف 178 درجه، يعني كي تروح للطرف من ولا الطرف تاع الضربات تشوف 178 درجه بكاليتي ما تنقصش. لو اس في اندرويد تي في ميتي لانجويج يس، لا رام في 1 جيجا 75 دي دي ار 3 بلوتوث، البروسيسور فيه ميديا تك كواد كير، جوجل اسيستون يس، الاخرين كاع ما سي با دي ديتاي لي يهمو. اوديو فيه دو باف سبيكرز، عندك اوتبوت باور يعني لا بويسونس تاع لي باف سي 20 وات، دي تي اس ديكودر سي دولبي دي دولبي اوديو، فيه دي تي اس اوترا سوراوند، و لا بوسيبيتي باش تكونيكتيه لا شان ستيريو ولا الهوم سينما ولا شان ايفي يس. اش دي ام اي في 3 جانس، اش دي ام اي يو اس بي في 1 3.0 و 1 2.0، اونتان تاع الفرشيطه تاع بكري كاين، و لونتان تاع بارابول كاين، ايترنت هادي سي لا فيش تاع ار جي 42 تاع الريزو تاع المودم. اللي عنده مودم ولا ما عندوش لو في يقدر يديرو ديريكتومون بالكابل، ماشي يشوف لي فيديو في يوتيوب ولا يكونيكتي انترنت. و اوبتيكال هذا سي لو كابل اوبتيك، فيه اون سورتي اوبتيك بالكابل اوبتيك، لازم انك تاني اوم سينما بالاوبتيك ولا المهم كاش اباري يمشي معاه بالكابل اوبتيك.
لتحت هنايا سمارت شير. سمارت شير يعني تقدر تبارطاجي لي دوني تاعك ديريكتومون من تليفون ليكرون، ولا تشوف دي من تليفون ليكرون ديريكتومون. والكونيكتيفيتي فيه الواي فاي وجوجل كاست وكروم كاست انتجري. هذا باش نقدر نقول لكم. يعطيكم الصحة على المشاهدة و على خير.